الطلاب يتفاعلوا مع المعلم ويبدأوا يهتموا بالحضور ويهتموا بيركزوا على الحفظ والمراجعة وينطلقوا في الاستفادة القصوى من الحلقات. والله الحلقات هذه زي المصنع، حلقاتنا أيها الأحبة الكرام زي المصنع، تتخرج منها الأجيال التي تقوم بهذا الدين. فإن أحسننا مصانعنا خرجنا بما يسر خواطرنا، وإن ساءت مصانعنا فلا نحزن على ضياع الأجيال من بين أيدينا. فالمهمة عظيمة أيها الأحبة الكرام، والمسؤولية كبيرة، والشرف يزيدنا همًا على أن ننهض بهذه الحلقات لأعلى المستويات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا مشرفين ومعلمين وطلاب وأولياء أمور إلى أن نضع أيدينا في أيدي بعض حتى تحقق هذه الحلقات الفائدة المرجوة منها، حتى يستفيد منها الطلاب الاستفادة القصوى ويتخرج أجيال نافعة مباركة طيبة تخدم الإسلام والمسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يكون المستقبل مشرقاً لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل اعتمادنا عليه وتوكلنا عليه. إن ربي قريب مجيب،